ومعنا عبر الهاتف من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا لجنة الصليب الأحمر تصف الأوضاع في الفلوجة والرمادي بالمعقدة، ما الذي يدفع منظمة دولية كبيرة مثل الصليب الأحمر إلى هذا القول؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. الحقيقة رئيس الصليب الأحمر الحقيقة ذكرها في التقرير أن الوضع معقد في الفلوجة والرمادي، وذلك والعوائل تريد العودة، ولكن الخلافات العشائرية تحول دون ذلك بسبب عدم المصالحة بين الجميع. والحقيقة هذه هي من أكبر المشاكل ومن أكبر المعوقات التي تعيق عودة النازحين، وهي عدم وجود خطة حقيقية وحق حكومية يعني تؤسس المصالحة بين أبناء المجتمع في العراق. بعد يعني ظهور تنظيم الدولة، والحقيقة سبقت ذلك أن الكثير من العشائر قد يعني انجذبت إلى الأحزاب السياسية الحكومية المسيطرة على الدولة. والحقيقة هذه الأحزاب التابعة للحكومة استفادت من الخلافات الموجودة بين العشائر من أجل أن تثير الأحقاد وتزيد من الخلافات والنزاعات بين العشائر. والحقيقة هذا أصبح من أكثر يعني الأمور المعقدة التي يعني تؤسس إلى صراع مستقبلي كبير. يعني لاحظنا أن في الكثير من المناطق، وليس فقط الرمادي والفلوجة، سبقتها الكثير من المدن، كيف أن استفادت الأحزاب والميليشيات من النزاعات العشائرية من أجل أن يعني تنفي الكثير من العوائل وتمنع عودة الكثير من النازحين، بالإضافة إلى وضع شروط كثيرة من أجل عودة النازحين، دفع ديات ومبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات وغيرها. والحقيقة هذه مشكلة كبيرة وخطيرة تؤسس إلى صراع مستمر. نعم، بحسب خطط الأمم المتحدة المعلنة بشأن العراق، فإنها تركز على دعم الأسر العائدة إلى مناطق المستعادة من تنظيم الدولة بالمساعدات النقدية. ما تقييمك لهذا الحل؟ يعني مع الأسف الشديد، يعني الكثير من العراقيين ربما ينتظرون يعني ما سوف تعلنه الأمم المتحدة من خطط حول يعني مرحلة ما بعد ما يسمونه تحرير مناطق واستعادتها من تنظيم الدولة. يعني كان من المتوقع أن يعني تكون المساعدات بمثل هذه مثل هذا الضعف، خاصة بعد فشل ما يسمى مؤتمر المانحين في الكويت الشهر الماضي. يعني تقديم يعني مجرد منحة مالية لمرة واحدة من أجل تهيئة يعني جزء من مستلزمات الحياة، يعني الحقيقة يعني مستلزمات الحياة يعني هي ليست فقط المأكل والمشرب، يعني الكثير من الأساسيات الحياة مفقودة في هذه المدن التي يدعون تحريرها من تنظيم الدولة. المدن مدمرة بنسبة يعني حتى الأمن دكتورة فاطمة، في ظل انعدام الأمن في المدن المستعادة من تنظيم الدولة، يعني ما تفسيرك لمحاولات بغداد إعادة النازحين قسرا إلى مدنهم؟ نعم، يعني الحكومة العراقية يعني تحاول يعني تعمل على إعادة النازحين قسرا إلى مدنهم لتحقيق غايتين. أولا لكي تثبت للعالم أن هناك مصالحة وأنها تريد فعلا عودة النازحين ولا وجود للتغيير الديموغرافي، ومن جهة أخرى الانتخابات على الأبواب وهي تريد يعني الاستفادة من أصوات النازحين من أجل أن الحصول على البقاء في المناصب والبقاء في الكراسي. يعني لاحظنا يعني وسمعنا الكثير من المواطنين الذين يقولون أن سعر الصوت بلغ مبالغ معينة. يعني هذا يؤكد أن الحكومة تريد أن تعيد النازحين قسرا إلى مناطقهم من أجل أهداف وأغراض سياسية والبقاء في المناصب لا أكثر ولا أقل. نعم،
شكرا جزيلا لك من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.